السلام عليكم تلاميذ مدرسة التقدمية طلاب الصف الرابع، نكمل وياكم سلسلة الدروس الإلكترونية. اليوم الدرس مالتنا هو كيفية حل المسألة. عندي اليوم الخطوات الأربعة، لازم الطالب بحل المسألة لازم يتعلم الخطوات الأربعة. الخطوات الأربعة راح يمشي وياك هذا الموضوع بالصف الخامس وأيضا بالصف السادس، لازم أنت تكون متعلمها وبطريقة حفظ. أريد تفهم هاي الخطوات كحفظ، أي هن أربع خطوات عندك، اللي هي فقرة أفهم، أخطط، أحل، أتحقق. راح نقرأ أول مسألة عدي فقرة أتعلم، راح تعرف الخطوات الأربعة وبعدين أعطيك مثال من المسائل بالكتاب عندك المقرر. فقرة أتعلم، انتبه علي. العراق بلد مصدر للتمور، وتكثر زراعة أشجار النخيل على ضفاف نهري دجلة والفرات وشط العرب، وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق. إنتاج 3 مزارع للنخيل في مدينة الفاو من التمور كالآتي. خلينا نشوف إنتاج المزارع شقد كان العدد مالتهم. 643,527 كيلوغرام المزرعة. خلينا نقول المزرعة الأولى. المزرعة الثانية 634,327 كيلوغرام. 634,527 كيلوغرام. ورتب الأعداد التي تمثل إنتاج التمور للمزارع الثلاثة بعد تقريبها إلى أقرب ألف من الأصغر إلى الأكبر. طلاب، هاي الصيغة المسألة مالتي، أريد أجي أني أحلها. شو راح تحلها؟ عن طريق الخطوات الأربعة. أول خطوة عندك هي فقرة أفهم. ماذا أعرف عن المسألة؟ أو تريد تستبدل هذا الشيء، ماذا أعرف عن المسألة؟ اكتب المعطيات، ماكو أي إشكال. يا أما تكتب لي ماذا أعرف عن المسألة أو تكتب المعطيات. طلاب، ماذا أعرف عن المسألة؟ أنت هنا ايش عرفت عن هاي المسألة؟ ما راح أنت تعيد لي كتابة المسألة كلها، لا، حسب اللي فهمته أنه أنت شنو عندك الأعداد هنا المن تخص. راح تقول مس هنا عندي الأعداد تخص لي 3 مزارع. أول خطوة عندي بالخطوات الأربعة لحل المسألة عندي فقرة أفهم. هاي الخطوة أفهم عندي ماذا أعرف عن المسألة. يا أما تكتب ماذا أعرف عن المسألة أو تكتب معطيات. طلاب، ماذا أعرف عن المسألة؟ أنت بهاي مسألتك شنو عرفت عنها؟ شوف الأعداد مالتك المن تخص. راح تقول مس اللي عرفته أنا هو أكو 3 مزارع للنخيل. اكتب 3 مزارع إنتاجها من التمور، وراح نكتب الأعداد اللي عندي 643,527 كيلوغرام، 634,327 كيلوغرام، 634,527 كيلوغرام. هذا اللي أنا عرفته عن المسألة. ما المطلوب من المسألة؟ أنت هنا شنو المطلوب عندك من المسألة؟ شو تسوي؟ إيش دا يقول لي هنا؟ أرتب الأعداد، انتبه، أرتب الأعداد التي تمثل إنتاج التمور بعد شنو؟ بعد تقريبها من الأصغر إلى الأكبر. إذا أنا عندي المطلوب من عندي إنه أنا أقرب الأعداد إلى الألف ثم أرتبها من الأصغر المن إلى الأكبر. هاي أول خطوة اللي هي خطوة أفهم. الخطوة الثانية أخطط. أخطط طلاب إنه أنت يا طريقة راح تستعمل حتى تحل. قد يا ترى تستعمل عملية الجمع أو الطرح أو التقريب حسب صيغة المسألة اللي عندك. هنا بصيغة مسألتي عندي كيفية أحل المسألة إنه أنا يريدني أقرب الأعداد ثم شنو؟ ثم أرتبها من الأصغر إلى الأكبر. الخطوة اللي وراها اللي هي فقرة أحل. هسه عندي فقرة أحل. الخطوة الثالثة عندي أحل. إحنا عرفنا بأخطط إنه أريد من عندي، يريد من عندي إنه أني أكتب الأعداد. أول خطوة أقرب، والخطوة الثانية إنه أني أرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. أقرب الأعداد إلى الألف. نزلت الأعداد ماتي. أول خطوة راح أحلها إلك شفهي، وبعدين أعلمك بالأول مسألة شلون أحلها. أول خطوة قربنا أحاد، عشرات، مئات، آلاف. قربتها الخمسة تنطل للثلاثة، إذا صار العدد مالتي 644,000. الخطوة اللي وراها المرتبة اللي أريد أقربها هي الألف. 3 ما تنطل الأربعة، إذا راح يكون العدد مالتي 634,000.
العدد الوراء الخمسة راح تنطي للأربعة واحد، راح يكون العدد 635 ألفا. هاي بالنسبة شنو عندي؟ إنتاج التمور. أول خطوة راد من عندي أقربها للألف، أنا قربتها للألف. راح نلاحظ يا عدد عندي أكبر، حتباوع الأعداد اللي عندك، عندك 644 ألفا هو العدد الأكبر، والعدد الأصغر 634 ألفا هو العدد الأصغر. طلاب التقريبي، أما تريد تقرب الأعداد اللي هو ما أنت قربتها، أو تريد بعد ما قربت وشفت يا هو العدد الأكبر ويا هو العدد الأصغر إنه ترتب لي من الأصغر إلى الأكبر، براحتك، بالحالتين الحل مالتك صحيح. فقرة الأخيرة، فقرة أتحقق. عملية التحقق مالتك عن طريق مستقيم الأعداد، انتبه علي دائما جهة اليمين، جهة اليمين يكون بها أكبر عدد، جهة اليسار راح يكون بها أقل عدد. فخلينا إحنا الأعداد 634 ألفا، 635 ألفا، 644 ألفا. إذا مالتي التقسيم راح يكون صحيح. ليش؟ لأن أول عدد هو أكبر عدد وآخر عدد هو أصغر عدد، أي إن مستقيم الأعداد مالتي راح يكون صحيح. فلاحظ وياي أول مسألة من المسائل بالكتاب المقرر مالتك. ناخذ أول مسألة من مسائل صفحة 24 بالكتاب المقرر، انتبه وياي. مسألة مالتي تقول قرأت سوسن الأعداد التالية، هاي الأعداد اللي قدامك. العدد الأول 893702، 892454، 894620. في صحيفة يومية قربت سوسن الأعداد إلى أقرب ألف، ثم أرادت ترتيبها من الأصغر إلى الأكبر، كيف أساعدها على ترتيب الأعداد؟ طلاب انتبهوا وياي، راح أعلمك شلون راح تحل بالخطوات الأربعة. أول فقرة عندي هي أفهم، قلت لك يا أما تكتب ماذا أعرف عن المسألة، لو تعوضها بكلمة معطيات. المعطيات اللي عندي بالسؤال هي شنو؟ انتبه على الأعداد اللي عندك، راح تقول مس قرأت سوسن ثلاثة أعداد، إذا عندك شنو هنا؟ أول معطى عندك ثلاثة أعداد. وين هاي الأعداد؟ في صحيفة. نزل الأعداد اللي انطتها إليك نفسها، نزلها بالمعطيات. يعني راح ننزل 893702، راح أكتبها إليك جواها 892454 و894620. هذا شنو؟ هاي المعطيات اللي موجودة عندي بالمسألة. المطلوب شنو؟ المطلوب من المسألة مالتي شنو؟ أقرب، انتبه علي، يريدني شنو؟ أقرب لمن؟ إلى أقرب ألف. أقرب إلى أقرب ألف، وبعدين شنو؟ ثم أرتب من الأصغر إلى الأكبر، ثم أرتب من الأصغر إلى الأكبر. فقرة أفهم كلها أخذتها من المسألة، الأعداد أخذتها من المسألة، والمطلوب أخذتها من المسألة. نجي على أخطط، إيش راح أستخدم أنا بحل المسألة؟ راح تقول ست، راح أستخدم الخطوة مالتي إنه أنا أقرب إلى الألف، ثم أرتب. أقرب إلى الألف ثم أرتب مين؟ من الأصغر إلى الأكبر، من الأصغر إلى الأكبر. عرفت؟ هسه راح نجي نحل. أيضا صح الحل عندك مطول، بس لازم تفهم هاي الخطوات الأربعة. فقرة أحل، ننزل الأعداد مالتي مثل ما هن، وراح نقرب كل وحدة لمن؟ إلى الألف. أول عدد عندنا 893702، 892ألفا،
وأربعة وخمسون، 894,620. انتبهوا يا الطلاب، راح نقرب، نضع علامة التقريب. أحد عشرات مئات آلاف. سبعة تنطي للثلاثة، نعم ست تنطي، راح يكون 894,000. أحد عشرات مئات آلاف. صفر ينطي للاثنان، لا، راح يكون العدد مالتي 892,000. أحد عشرات مئات آلاف. ستة تنطي للأربعة، نعم ست، راح يكون 895,000. أول خطوة أنا سويتها قربت، الخطوة اللي وراها شيري من عندي، أرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. أرتب الأعداد، راح أحل هنا ترتيب ماتي من الأصغر إلى الأكبر. انتبه الأعداد ماتك متساوية، منو عندي أقل عدد؟ الصفارة عندي ثلاثة مساويات، راح نقارن من أعلى مرتبة. ثمانية ثمانية ثمانية، تسعة 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 مساوية، أربعة اثنان خمسة، يا عدد راح يكون أقل؟ 892. 892,000. منو هذا؟ خلينا يم اكس، ما نرجع له. منو بعد العدد الاقل؟ 894,000. والعدد اللي ورا 895,000. هاي بالنسبه لفقره احل. نيجي على فقره اتحقق. فقره اتحقق راح نستخدم بيها، راح نستخدم بيها مستقيم الاعداد. انتبهوا وياي، مستقيم الاعداد. احنا عرفنا العدد الكبير راح يكون من جهة اليمين، والعدد الاقل راح يكون من جهة اليسار. اقل عدد منه عندي 892,000. العدد اللي ورا راح يكون 894,000. العدد الكبير راح يكون 895,000. إذا راح يكون الحل مالتي صحيح، يكون من الأصغر إلى الأكبر. راح تكون هاي نهاية محاضرتي، وإن شاء الله يكون الشرح وافي لكم. بس اللي أريده منك إنه تتمرن عليهن أكثر بالبيت، أربع فقرات لفقرة المسائل، إن شاء الله يكون الشرح وافي لكم. شكرا جزيلا.